أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه أجمعين. اليوم الخميس الثالث من شهر جنفير 2020، تنتواجد هنايا شو سميتها المولا هادي؟ هادي سماط العدول. هادي سماط العدول، فاش قالوا العدول؟ قرويين. قرويين، هادي يلاه كيخرج عندي صلاة الظهر، الله يتقبل، وهنايا واحد المسائل ديال التقاليد ديال مدينة فاس. باش تتباعوا هذه الحلويات المولاي ادريس، حلويات المولاي ادريس. اذا تنتواجد هنا عند واحد الصديق هنايا واللي تم الانتباه، وهو قال عندما قلت لك الدعوه اللهم بارك، اللهم بارك، انت قلت اللهم بارك في ذلك، اللهم بارك وزد في ذلك ونجينا من المهالك، ونجينا من هاد الاومئه ديال كورونا وهاد الافات وهاد سميتو هذا. اذا احنا نظرا لهاد الناس هادو كاع كلهم، احنا على مطلوبه من جيل القرويين اللي تبنا هذه حوالي 800 عام من عام فاطمه الفهريه. هنايا تنشوفوا واحد المجموعه ديال الحلويات. انا ما كنعرفش هاد الحلويات، ملي كنت دري صغير كنت تندوز لهنايا وتاخذها من المولاي ادريس. دابا الاخ الكريم غادي يخدم الاسم ديالو، باش غادي تلقاها في الفيسبوك وفي اليوتيوب، باش نشجعوا السياحه الداخليه والزياره للمدينه العتيقه ديال فاس، العاصمه العلميه والروحيه للمملكه المغربيه، في ظل العرش العلوي المجيد تحت القياده الرشيده لصاحب الجلاله الملك محمد السادس، نصر الله وأيده ويزيدنا في ايامه ان شاء الله. اذا من باب سميتو هو غادي سميتو هنا كاين، لاحظت بان ديكوستاج اوتوريزي اللي توقف عنده تيقول له هاك الدوق الحلوى بالمجان، بالصحه والسلامه والعافيه والالطاف الخفيه والاسر الوافيه والنقود الكافيه. اذا الاخ الكريم غادي يقدم السوق، غادي يعطينا واحد بعض الايضاحات على كل حلوى عنده هنايا، باش انتم مرحبا بكم عندنا هنا في فاس، وتجيو وتشوفوا هذا الشيء. هذا الشيء راه ضعاف عندنا هنايا في هذه فاس، ما بقى حد عندك كيجي لعندنا. حسن هذا حسن بلاطر، حسن بلاطر كنبيعوا حلويات مولاي ادريس. عندنا حلويات متنوعه، كاين كاوكاو الزنجلان، هذه الشوكولات، هذه كاوكاو بالشوكولات، هذه ديال اللوز، هذا فهمتي ديال زريعه الختان، هذو اللوينات عاوتاني بيستاج فريز شوكولا. ايوا وهذا ما ياكل الحلويات، هذيك اللوز النوكا باللوز، النوكا باللوز. وكل هاد كل الحلوى هنايا عندك شي سميه خاصه بها؟ عندنا فهمتي كلها، كاين كاوكاو، كاين جنجلان، كاين البيستاج، كاين جابان، كاين فريز، كاين بانان، المهم الحلويات كاع كلها عندنا الحمد لله. انا غير اللي ياكل، غير اللي ياكل. إذا الله يجعل هذا الشيء بالسلامة والعافية إن شاء الله لجميع المأكولات، لجميع المأكولات. إذا حنايا تنتواجدوا ديما في سماط العدول. سماط العدول. سماط العدول. جامع على قروبة في الحيط ديال جامع القرويين. إذا سماط العدول على حسب التاريخ كانوا هنا العدول، اللي بغى يتزوج ولا بغى يطلق. ولا يطلق ولا شي حاجة. هادو المحلات ديالهم، هما هادو المحلات ديالهم اللي ولاو دابا مثلا. هادي دار القاضي ها هي فين هي. هذه دار القاضي، هذه دار القاضي. كيحبوا تماك وكيجيو يكملوا العقد هنا. دابا دار القاضي ولات موجودة، لأن ولات عندنا المحكمة الإدارية، ولات إدارة ديال القرويين. ولات دابا حاليا إدارة ديال القرويين، فاش كانت الضفة وفاش كان تيصوبوا التوقيت. إذا هنايا دابا راه حنا على مقرب من القرويين. إذا السلام عليكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اللهم آمين. وما تنساوش تزوروا المدينة العتيقة ديال مدينة فاس. مرحبا بهم ياكلوا الحلوى. فاس. مرحبا. مرحبا اللي بغى ياكل الحلوى يجي عندنا، مرحبا به. يلا شكرا، تشكروا كاس سي حسن. مجانا. بارك الله. لا الحلوى مجانا مرة. مرحبا. الحلوى مجانا مرة ماشي ديما. اسيدي ديما. شكرا. شكرا. بلاد الكرم، بلاد الكرم، هذا مدينة فاس العتيقة. وبلاد السلم والسلام والتعايش والمعايشة. إذا شكرا سي حسن على حسن الاستقبال ديالك. وشكرا. اذا السلام عليكم. اجوا لنا فاس، زوروا فاس المدينه وخذوا سوقنا. سولوا على حسن، اجوا تاكلوا الحلوى مجانا. شكرا.